بس عايز اقول لك بقى على حاجه، بص الغالي ثمنه فيه. صلاح بيصنع الفارق يا جماعه في اي وقت بصراحه، طبعا جول واسيست. الاسيست بقى ايه؟ مجهود فردي بحت، واخد الكوره شبه من نص الملعب، دريبل دريبل دريبل، قام وقف ادم مسينا، قام واخده تاني بسرعته، قام عملها برجله اليمين للي جاي من ورا لمين؟ تريزيجيه. الله يسامحك يا تريزيجيه. الكوره اللي الشبكه فاضيه هو انت لعبها في الجول ولا لعبها لصلاح؟ شفت الفرق بين الاسيست والاسيست؟ يعني طبعا ده كتر خير تريزيجيه وراجع من اصابه، بنقول له الحمد لله على السلامه، هو اللي كسبنا النهارده الجول. طبعا هي صحيح مش عاوزه حاجه يعني على خط الجول، صلاح بيدي له هديه، لكن كويس انه حطها. لا كنا بنضيع حاجات صعبه قوي، فانا يعني كنت فاهم تخاف من دي عادي بصراحه. بالظبط، برافو عليك. جاب فورمه الحمد لله اخيرا، يعني رجع الحمد لله جزء كبير من فورمته. لا اللعيبه كانت رجاله في الشوط الثالث. انا في الشوط الثاني طبعا كان التوتر الكبير بتاعنا ان احنا ماسكين في خناقه الحكم ومقتنعين انه ان هو بيحجم الماتش، والحكم بيعند معانا. الله يعني هو انا متاكد انه مش قصده، بس هو فعلا تحسه بيعند، فبيعند معانا وفعلا بيحسب علينا كل كبيره وصغيره، واحنا كل دماغنا ان المره دي اشرف حكيمي هيعملها، المره دي اشرف حكيمي هيعملها، الفاول ده اشرف حكيمي هيعملها. الشوط الثالث كان ممتاز في ان اللعيبه تعرف تاخد الكره من غير فاول، ممتاز. ويعني ده كان تدريب من القط يعني فعلا، فاهم؟ اللعيبه اتحسنت كتير في الموضوع ده في الشوط الثالث، فهدينا شويه دي حقيقه. فاللعيبه لا، تفاصيل كتير قوي 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 في الماتش، تفاصيل فنيه وتقنيه تكنيك وتكتكس وروح. لا لا، ماتش بطولي وحقيقي فعلا. يعني اولا انا مبسوط جدا، بس ايه الطريق ده؟ طبعا طريق صعب جدا، كوت ديفوار مغرب، هتلبس صاحب الارض والجمهور الكاميرون. الكاميرون يعني بقى بيلعب مين؟ البيه جامبيا فاهم. والماتش اللي قبله الباك ليفت وقاب جول كيبر. يعني خلينا نركز.